بسم الله الرحمن الرحيم، أعزائي طلبة الصف الأول الثانوي، أهلا بكم. ناخد مع بعض النهاردة درس جديد من الجيومتري وهو الفيكتور. اشتغلنا قبل كده حصة مسبقة عن دي، كنا بنتكلم في حاجة اسمها دايركتد سيجمنت. تعالوا كده لو رسمنا التو كوردينيت بلين بالشكل ده، وجيت أنا رحت راسم دايركت سيجمنت اسمه او اي، بس دايركت سيجمنت او اي اللي رسمته ده يا شباب كان بدايته هي النقطه او اللي هي الاوريجن بوينت، اللي دي تعتبر اوردر دبير. انا راسم الكلام ده في تو كوردينيتس بلين، الاوردر دبير بتاعها 0 0، وجيت انا اخدت النقطه اللي فوق ديت حددتها كاوردر دبير برضو، طلعت اكس واي. اذا الدايركتد سيجمنت او اي ده اهو اللي لسه رسمه حالا ده اهو، ممكن اقول عليه برضو مسمى جديد فيكتور، فيكتور او اي. والفيكتور او اي ده هيبقى عباره عن، وكمان ايه مش اي فيكتور، بس الاول اوضح النقطه دي. الفيكتور بيبقى عباره عن، بعمل نقطه النهايه ديت اللي اكس واي، بطرحها بنقطه البدايه اللي هي اوردر ديبير دي، اكس ماينس 0 باكس، واي ماينس 0 بواي. بكده حصلت على فيكتور او اي، ولانه مرسوم من عند النقطه اي او اللي هي الاوريجن بوينت، اذا انا هقول عليه بوزيشن فيكتور. بوزيشن فيكتور او اي اللي هو كان عباره عن دايركتد سيجمنت، اصبح بقول عليه لفظ دي اسمه فيكتور، دايركتد فيكتور، سوري فيكتور او بوزيشن فيكتور. وقيمته بقى عباره عن ايه يا جماعه؟ اكس وواي. جبت القيمه دي ازاي؟ طرحت نقطه النهايه ناقص نقطه البدايه، اكس ماينس 0 باكس، واي ماينس 0 بواي. في نفس الرسمه دي كده يا مستر، مش حضرتك تقدر ترسم لي لاين سيجمنت تاني كده اهو، دايركتد سيجمنت تاني كده اهو اسمه ام، وانا ملاحظ ان الفيكتور ام ان ده اهو هو نفسه بيساوي الفيكتور او اي. بيساويه ازاي؟ هما الاثنين باريل، الاثنين اذا سيم دايركشن، الاثنين ايكوال ان لينس. جميل جدا، اذا التو دايركتد فيكتور دول ار ايكوال ان لينس، التو دايركتد فيكتور دول ار ايكوال. الله، مش انت كنت مسمي الدايركتد فيكتور الاولاني او اي ده فيكتور، الدايركتد سيجمنت ده كنت مسميه فيكتور؟ اذا انا ممكن برضو اسمي او اقول ان الام ان ده اهو فيكتور، هو نفسه الفيكتور او اي. طيب ما تيجي نختصر كلمه الفيكتور او اي ونسميها فيكتور اي على طول. اذا الدايركتد سيجمنت ام ان هو نفسه الفيكتور او اي يا مستر. لا ايه حضرتك، البوينت ان دي على كلامك هيبقى لها اوردر دبير اكس 2 واي 2، ايوه، والبوينت ام هيبقى لها اوردر دبير اكس 1 واي 1. هل حضرتك الفيكتور ام ان بحساباتك اللي انت قلتها دي هيساوي الفيكتور او اي؟ ايوه صح. ازاي يعني؟ اصل انا لو جيت طرحت النقطة N ماينس النقطة M، يعني قلت اكس 2 ماينس اكس 1، وبعدين جيت قلت واي 2 ماينس واي 1، فالناتج هيديني اكس وواي. الله، ازاي الكلام ده؟ اكيد طالما الاثنين دايركت سيجمنت الاصليين ايكوال، يبقى اكيد الفيكتور بتاعهم ايكوال. حضرتك على ورقة جيت رسمت كمان فيكتور تاني كده اهو، لا لاين سيجمنت تاني كده اهو، وسميته ال اس. طبعا البوينت ال عباره عن اوردر دبير اكس 3 واي 3، والبوينت اس اوردر دبير اكس 4 واي 4. يا جماعه لو حبينا نجيب ال ال، خلي بالكم الاول كويس، كدايركت سيجمنت ده باريل ده وايكوال اللينس، فبنقول ان الدايركت سيجمنت ال اس ايكوال دايركت سيجمنت او اي ايكوال دايركت سيجمنت ام ان، وبرده كفيكتور هيبقى الفيكتور ال اس البوينت بتاعته اكس 3 اكس 4 ماينس اكس 3 والواي 4 ماينس واي 3 هتساوي اكس واي برضو. اذا اقدر اقول ان الدايركت سيجمنت ده في، احنا درسناه عشان نقول ان هو تمثيل هندسي للفيكتور. تمثيل هندسي ليه الفيكتور؟ احنا كنا بنقول في اكتر من دايركت سيجمنت ار ايكوال، زي الام ان، زي الاو اي، زي ال اس، هم كلهم بيمثلوا فيكتور واحد.
اللي سميناه فيكتور او ايه او فيكتور بوزيشن او ايه اللي قيمته بتساوي اكس وي واي. جميل جدا. لسه احنا برضو في نفس الجزئيه، ركزوا معايا في الحته اللي هقولها دي قوي. طيب الفيكتور او ايه اللي انت لسه قايل عليه حالا اللي سميته فيكتور ايه كان عباره عن اوردر دبير اكس وواي، تقدر تجيب لي طوله؟ ايوه اقدر. طب ازاي؟ قال لك بنسمي الطول بتاعه دوت فيكتور ايه ده اهو، بنسميه نورم، بنعمل شرطتين قبل شرطتين بعد من المنظر اللي انت شفته ده، وبنقول بي ايكوال سكوير روت اكس باور 2 بلس واي باور 2. القيمه ده كفيكتور بوزيشن اكس باور 2 ماينس واي باور 2. الاكس ده اهي والواي دي، كانها اكس ماينس 0 بار 2 واي ماينس 0 بار 2، فبحصل على طول الفيكتور اللي هو بنسميه احنا ايه نورم. جميل جدا. طيب ما تيجي ناخد على حته الجزئيه دي مساله كده ولا حاجه عشان خاطر الدنيا تظبط معاكم ان شاء الله. اف بوينت ايه ايكوال 3 و 2 بوينت بي ايكوال 0 ونيجاتيف 2. فايند فيكتور اي بي ونورم فيكتور اي بي ونورم فيكتور اي بي. جميل جدا. فيكتور اي بي يا مستر، فيكتور اي بي هيبقى عبارة عن نقطة النهاية اللي هي بي ماينس اي. طب البي اللي هي 0 ونيجاتيف 2 ماينس الاي اللي هي 3 و 2، نجيب ريزلت 0 ماينس 3 بنيجاتيف 3 ونيجاتيف 2 ماينس 2 بنيجاتيف 4. ده الفيكتور اي بي. جميل. فيكتور اي بي ده عايز اجيب النورم بتاعه، نورم فيكتور اي بي از ايكوال سكوير روت باور 2 بلس نيجاتيف 4 باور 2 از ايكوال 5. عايز اوضح بس الكلام ده بالرسم افضل طبعا بكتير. اما يكون في عندي تو كوردينيتس بلين كده، فين الفيكتور اي بي اللي انت اتكلمت عنه يا مستر؟ الفيكتور اي بي اللي انا اتكلمت عنه هفترض ان الاي كانت 3 و 2، 3 و 2 اهي. طب البوينت بي 0 ونيجاتيف 2، البوينت بي 0 ونيجاتيف 2 اهي. دي البوينت بي، هوصل كده اهو، كده حصلت على الفيكتور اي بي. الفيكتور اي بي دهوت هو كان لاين سيجمنت اي بي، وكانت قيمته طلعت بكام؟ بنيجاتيف 3 و 4. ما انا ممكن ارسم فيكتور تاني يمثل برضو الفيكتور بوزيشن او اي حاجه، بس مش اي حاجه، اي حاجه تبقى النقطه نيجاتيف 3 ونيجاتيف 4، يبقى الفيكتور بتاعي الجديد الفيكتور بتاعي كده اهو. ده الفيكتور يا جماعه اي بي اللي هو طالع نيجاتيف 3 و 4، ده طوله، ادي الطول ده بالظبط، ده بالرقم اللي ده بالظبط. واحنا قلنا ان الفيكتور اللي طالع عندي نيجاتيف 3 ونيجاتيف 4 كان طوله 5، ده طوله 5، ده طوله 5. واحنا قلنا ان انا ممكن ارسم اكتر من دايركت سيجمنت كلهم ايكوفالنت زي ما انتم شايفين. الاو هنسميها بقى ايه داش، ده ايه اللي نسميه فيكتور اي، هو نفسه الفيكتور اي بي اللي هسميه مثلا مسمى باختصار كده فيكتور اي، كلهم فيكتور واحد اللي هو نيجاتيف 3 و4 واللينس بتاعه او النورم بتاعه 5. جميل. تعالوا بينا نتنقل على جزئيه تانية. هل الفيكتور اي فيكتور، انا خدت فيكتور اهو مثلا اي اكس 1 واي 1، عندي فيكتور تاني اللي هو بي اللي هو اكس 2 واي 2، هل اقدر اعمل على الفيكتور ده عمليات حسابيه ادينج سبتراكتنج مالتبلاينج والحاجات دي؟ اه ان شاء الله باذن الله. خلينا نبدا بس باللي علينا السنه دي، هناخد الفيكتور اي نجمعه على الفيكتور بي، يعني ممكن اعمل ادينج للفيكتورز. اه دي اول عمليه حسابيه عليها السنه دي.
ازاي يا مستر؟ قال لي بجمع الاكس 1 بلس الاكس 2، بجمع الواي 1 بلس الواي 2. طيب لو قلنا عايزين نطرح التو فيكتورز لبعض، ايه فيكتور ايه ماينس فيكتور بي؟ هنقول اكس 1 ماينس اكس 2 واي 1 ماينس واي 2. طب انا عندي فيكتور ايه عايز اضربه فيه كميه قياسيه كده رقم كي، جميل جدا، يعني الكي ده ايه عايز اضربه فيه الاكس 1 والاكس 2 والواي 1، عادي جدا. الكي هضربها في الاكس 1 وبعدين الكي هضربها في الواي 1، عادي جدا. طيب في حاجه مهمه جدا 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 بحل بيها، بقول لي ايه؟ امتى اقدر اقول ان في اتنين فيكتور بارال؟ فيكتور ايه ده اهو اللي هو عباره عن خلينا نقول اي 1 واي 2، فيكتور بي اللي هو بي 1 وبي 2. امتى اقول الاتنين فيكتور دول ار بارال؟ ار ايكوال ار بارال سوري. قال لي شرط البارال، اقول له فيكتور ايه بارال فيكتور بي، ركزوا معايا قوي، اذا اتحقق عندي اي شرط بالثلاثه. الشرط الاولاني اكس 1 واي 2، لا مش اكس بقى، اي 1 اي 1 بي 2 ماينس اي 2 بي 1 ايكوال 0. نوضحها، اي 1 بي 2 ماينس اي 2 بي 1 ايكوال 0، ده الشرط الاولاني. الشرط الثاني قال لي هي اذا كان اي 1 اوفر اي 2 ايكوال بي 1 اوفر بي 2، دي على فكره اللي لسه قايلها حالا اهي، اي 1 بي 2 اي 1 بي 2 ماينس اي 2 بي 1 اي 2 دي اي 2 بي 1 دي 1 المفروض ايكوال 0. الشرط ده والشرط ده، الشرط الاولاني هو نفس الشرط بس بنسيبها بطريقتين، يعني اي 1 بي 2 ماينس اي 2 بي 1 لو طلعت بتساوي 0 يبقى اذا ال 2 فيكتورز دول بارال، او لو قلنا اي 1 اوفر اي 2 ايكوال بي 1 اوفر بي 2، او نقولها بطريقه ثانيه اي 1 اوفر بي 1 ايكوال اي 2 اوفر بي 2، يبقى ال 2 فيكتورز دول ار بارال. الشرط الثالث او الصيغه الثالثه قلنا لو فيكتور اي ايكوال كي سكيلر كوانتيتي، يعني في الفيكتور بي، يعني لو قدرت اسحب من اي فيكتور منهم كومن فاكتور ويطلعوا الاثنين بيساووا ايكوال بعد كومن فاكتور، يبقى اذا فعلا ال تو فيكتورز دول ار بارال. جميل جدا، تعالوا بينا نشوف حاجه ثانيه، البربنديكولار. امتى اقول ان الفيكتور اي بربنديكولار للفيكتور بي؟ امتى اقول ان الفيكتور اي بربنديكولار للفيكتور بي؟ قال لي فيكتور اي بربنديكولار للفيكتور بي اذا اتحقق عندي الشرط الاتي. ايه بقى هو؟ اذا كان اكس 1 برضه اكس 1، لا اذا كان بقى اي 1 واي 1، يا ريت يا جماعه وانا بشرح الحاجات دي تكتبوها معاكم عشان بنحل بيها مثال بعد كده، اي 1 بي 1 بلس اي 2 بي 2 از ايكوال 0 برضه، بس هناك اختلاف، ده شرط الايه؟ شرط البربنديكولار. اما شرط الباراليزم اي 1 بي 2 ماينس اي 2 بي 1 ايكوال 0، شرط البربنديكولار اي 1 بي 1 بلس اي 2 بي 2 ايكوال 0، شرط البربنديكولار اي 1 بي 2 ماينس اي 2 بي 1 ايكوال 0، ده كلام جميل. طيب تعالوا بينا بقى ايه نحاول نحل مسائل على الكلام اللذيذ ده، شرط الباراليزم وشرط البربنديكولار ونعمل ادنج ونعمل سبتراكتنج ونشوف الكلام ده كويس جدا. بكرر تاني كل الحاجات اللي بشرحها ديت وانا بذاكر وانتوا بتحلوا معايا كده او انتوا بتسمعوا الفيديو، تكتبوا القوانين دي وانا بشرح تبقوا تبصوا عليها. بقول لي اف اي فيكتور اي ايكوال 3 ونيجاتيف 2، فيكتور بي ايكوال نيجاتيف 2 و 4، فيكتور سي ايكوال 7 1، فيكتور سي ايكوال 7 و ايه 1. بقول لي ايه؟ فايند نورم فيكتور اي بلس 2 فيكتور سي.
طلب تاني find norm 5 vector b plus 3 vector a. توكل على الله شباب. قال عشان اجيب norm vector a plus 2 vector c الاول هجيب vector a plus 2 vector c. نزل vector a زي ما هو 3 و negative 2 plus 2 multiply vector c اللي هي 7 1. تبقى هنا 3 و negative 2 زي ما هي plus ال 2 دي هتضرب جوه 2 times 7 14 و 2 times 1 ب 2. اخر خطوة يبقى vector a plus 2 vector c equal نجمع 3 plus 14 equal 17 negative 2 plus 2 0. كده جبت ال vector a plus 2 vector c بالرقم الجميل اللي انت شايفه سعادتك قدامك ده اهو. يبقى اذا norm vector a plus 2 vector c is equal square root 17 بار 2 بلس 0 بار 2 يطلع عندي الريزلت ب 17. ده كلام جميل جدا. طيب همسح الاجابه بتاع السؤال ده عشان احل الجزء التاني في نفس المكان عشان يبقى باين قدام لكم ايه الطلب اللي هو عايزه. بيقول لي الطلب التاني انا عايز 5 فيكتور بي بلس 3 فيكتور اي. 5 فيكتور بي فيكتور بي ايوه بلس 3 فيكتور اي ايكوال 5 تايمز فيكتور بي اللي هي نيجاتيف 2 و 4 بلس 3 فيكتور اي فيكتور اي اللي هي 3 ونيجاتيف 2. خطوه جديده كده نيجاتيف 10 كده 20 بلس 9 ونيجاتيف 6. اجيب السمشن بتاعهم نيجاتيف 10 بلس 9 بنيجاتيف 1 20 ماينس 6 ايكوال 14. نعيد من الاول تاني كده. احنا قلنا 5 فيكتور بي يعني 5 مضروبه في نيجاتيف 2 4 بلس 3 فيكتور A يعني 3 مضروبة في 3 و negative 2. قلنا 5 times negative 2 ب negative 10 5 times 4 20 3 times 3 9 3 times negative 2 negative 6. أبدأ أعمل adding negative 10 plus 9 negative 1 و 20 plus negative 6 equal 14. هجيب له بقى النورم. يبقى النورم فيكتور B plus 3 فيكتور A is equal square root negative 1 power 2 plus 14 power 2. الريزلت بتاعي هيطلع رقم عجيب شويه معلش 197. عادي اي ارقام مش مشكله. طيب تعالوا بينا نشوف الجزئيه الثانيه. سؤال ثاني شرط الباراليزم وشرط البربنديكولار الحاجات دي. بيقول لي اف A equal vector A equal 6 و negative 8 vector B equal negative 9 و 12 vector C equal negative 4 و negative 3. prove that vector A parallel vector B فيكتور بي بيربنديكولار فيكتور سي. توكلنا على الله. فبقول لي انا عايزك تثبت ان فيكتور A بيربنديكولار بارل فيكتور بي. شرط الباراليزم حاجه من اتنين يا جماعه. انا اقول له سينس فيكتور A ما نكتب فيكتور A الاول كده قدام عيني 6 ونيجاتيف 8 فيكتور بي برضو اكتبه قدام عيني كده نيجاتيف 9 و 12. دي يا جماعه A1 دي A2 B1 B2. اما اقول له سينس
6 over native 9 equal native 2 over 3. طب since negative 8 over 12 الفرق في negative 2 الفرق في 3 equal negative 2 over 3 يبقى الاثنين طلعوا بيساوي بعض اهو. يبقى اذا a1 over b1 طلع بيساوي a2 over b2، يعني اذا 6 over negative 9 is equal negative 8 over 12 يبقى فيكتور a برا الفيكتور b. ده الاولانيه، ده شرط ان التو فيكتورز دول ار بارل. تعال نجيب البربنديكولار. كان بيقول لي اثبت لي ان البي بربنديكولار للسي. نكتب فيكتور بي قدام عينينا. فيكتور بي اللي هو نيجاتيف 9 و12. طيب فيكتور سي نكتب قدام عينينا نيجاتيف 4 ونيجاتيف 3. هطبق عشان اثبت ان الفيكتور بي بيربنديكولار للفيكتور سي يبقى اضرب الاول الاكستريم، يعني a1 b2 minus a2 b1 all له sense نيتف 9 تايمز نيتف 3 minus 12 تايمز نيتف 4. تعال نشوف هيطلع بيديني ايه. بيقول اثبت ان البي بيربنديكولار للسي. اوه سوري انا اسف، انا عملت الباراليزم برضه. لا اللي عملته كده مش مظبوط. شرط البيربنديكولار هنقول نيتف 9 تايمز نيتف 4 بلس 12 تايمز نيتف 3. نيتف 9 تايمز نيتف 4 is equal 36 بلس 12 تايمز نيتف 3 بنيتف 36. الريزلت يطلع بزيرو. كده يا جماعة لما ضربنا ال A1 لما ضربنا ال A1 في ال B1 وضربنا ال A2 في ال B2 جمعناهم على بعض طلع الناتج زيرو. شرط البرازيل هنا كان عندي A1 B1 بلس A2، شرط البربنديكولار A1 B1 بلس A2 B2 طلع بيساوي زيرو. عشان كده قلنا الاتنين دول بربنديكولار برضو. جميل جدا. تعالوا بينا بقى ندخل في معلومة تانية. ايه بقى المعلومة التانية؟ بص التانية مستر كده معايا بعد اذنك. تو كوردينيتس لينا اهو. انت رسمت لي فيكتور او اي اهو، قلت لي ان فيكتور او اي ده اهو عبارة عن اوردر دبير اكس واي. انا هعرف تعريف لذيذ كده، هعمل يونت فيكتور في اتجاه الفيكتور اكس اكسس ده سميه فيكتور اي، وهاجي ارسم فيكتور تاني كده هو يونت فيكتور في اتجاه الواي اكسس ده اهو سميه فيكتور جي. يونت فيكتور يعني طول 1 ده اكس اكسس ده واي اكسس. قال لك الفيكتور ايه اللي هنا بنكتبه كاوردر دبير اكس واي، انا هكتبه بطريقه تانية مختلفه سنه. الاكس والواي دي البوينت دي اكس، الاكس دي عدد الوحدات اللي هنا اهوت كام؟ 1 2 3 4 5. طب البوينت واي دي اللي هي العدد الوحدات اللي نوت من الايه من الواي. طب لما اضرب الاكس في الاي ايه المشكله؟ يعني اقول له تبقى اكس فيكتور اي بلس واي فيكتور جي. دي طريقه جديده لكتابه الفيكتور اسمها فاندمنتال فيكتور. انا كان ممكن اكتب الفيكتور ب صيغه فيكتور اي ايكوال اكس واي او فيكتور اي ايكوال اكس اي بلس واي جي، علما بان الاي يونت فيكتور في اتجاه الاكس اكسس، الفيكتور جي يونت فيكتور في اتجاه الواي اكسس. يعني مثلا لو عندي فيكتور اي ايكوال مثلا 2 ونيجاتيف 5 انا ممكن اكتبه كفاندمنتال فيكتور، اقول ايه 2 فيكتور اي وماينس 5 فيكتور جي، مش مشكله خالص. طب لو كان عندي فيكتور بي مثلا عباره عن 3 و7 اذا ممكن اقول هيبقى 3 فيكتور اي بلس 7 فيكتور جي. احنا لسه ما انتهيناش، امال ايه في ايه جديد تاني عندك؟ قال لك مش الانجل دي اسمها سيتا؟ اه انا ممكن اكتب الفيكتور بطريقه ثالثه. ايه الطريقه الثالثه؟ بصوا معايا، انا هكتب الفيكتور بطريقه ثالثه اسمها نورم بولر فيكتور. ايه بولر فيكتور ده؟ قال لي فيكتور ايه ممكن اكتبه بشكل اسمه بولر فيكتور. البولر فيكتور ده بقى عباره عن نورم فيكتور ايه والانجل سيتا اللي انا لسه معلم عليها دلوقتي حالا
بس بجيبها بالريال. طيب ماشي، انا مش هقول لك في حاجه، بس هو النورم ده انت بتجيبه ازاي؟ ما احنا قلنا بنجيب النورم ازاي. النورم هيبقى عباره عن سكوير روت اكس بار 2 بلس واي بار 2. طب السيتا بتجيبها ازاي؟ قال لك ده السيتا دي بجيبها بمنتهى اللذه والسهوله. السيتا بجيبها عن طريق تان سيتا واي على اكس، تان سيتا اكوال واي على اكس، وبحولها للراديان. يا شباب حولها للراديان بعد كده. ماشي، اذا لما يكون مديني فيكتور اكس واي، مديني فيكتور اهو اكس واي، وعايز فيكتور قيمته اكس واي، وعايز انا احوله لي البولر فيكتور، فبجيب النورم اللي هو سكوير روت زي ما انتم شايفين كده اهوت اكس بار 2 بلس واي بار 2، وبعدين ارجع اجيب السيتا عن طريق الرولز تان سيتا ايكوال واي اوفر اكس، وبعدين احول الانجل دي للراديان. ماشي، وبعدين قال لي طب افرض مديك العكس، مديك الانجل بي ال او مديك الفيكتور ده بالبولر فيكتور، وعايز احوله انا لايه؟ لاوردر دي بيرز. قال لي هتبقى الاكس بتساوي النورم اللي حضرتك مديهولي او هو مديهولي كوزين سيتا. طب الواي هتبقى النورم بتاع الفيكتور ساين سيتا. بكرر تاني، كل معلومه انا بكتبها ده رولز، اكتبوها دلوقتي عشان واحنا بنحل مسائل هنبقى تبقى قدامنا واحنا بنحل. تعالى بقى نحل مسائل على الكلام ده بقى. مديني اوردر دي بير فيكتور فيكتور ايه از ايكوال 3 روت 2 و 3 روت 2 3 روت 2 و 3 روت 2 فايند فيكتور ايه ان بولر فيكتور. انا عايز اجيب الفيكتور دوت ان بولر فيكتور، بجيبه ازاي؟ بتوكل على الله، بكتب فيكتور ايه ايكوال 3 روت 2 وهنا 3 روت 2. اول حاجه اجيب النورم فيكتور ايه عبارة عن سكوير روت 3 روت 2 باور 2 بلس 3 روت 2 باور 2. بعملها بالآلة، شوف الناتج بيطلع عندي بكام. سكوير روت براكت 3 روت 2 باور 2 بلس براكت تاني 3 روت 2 باور 2، طلع الناتج 6. يبقى النورم بتاعي طالع ب6. الخطوة اللي بعد كده هقول له تان سيتا ايكوال 3 روت 2 اوفر 3 روت 2 ايكوال 1. شيفت تان تطلع سيتا بكام يا جماعة؟ ب45. باجي جاي لازم برسم ده كده، وبص على الاكس بتاعتي كانت بوزيتيف، لو بتاعتي كانت بوزيتيف يبقى انا فعلا حالي في الفيرست كوادرانت، يبقى الانجل اللي جبتها دي فعلا 45 صح. او ما اقول له الفيكتور ايه ايكوال النورم ب6، وال45 ما بكتبهاش 45، لا بقسم 45 ديفايدد 180 ولا ده جمع منها كلمه باي عشان احولها للراديان، يعني تطلع باي اوفر 4. ده الفيكتور ايه اللي هو كان بيساوي كاوردر دي بير 3 روت 2 و 3 روت 2. جميل جدا، تعالوا بينا ناخد مساله كمان على نفس الشكل برضو. مديني فيكتور b is equal نيجاتيف 1، وهنا يا سيدي بلاش نقول نيجاتيف 1، خليها رقم كبير شويه، نقول نيجاتيف 5 وهنا 5 روت 3. فايند ذا فيكتور b ان فاندمنتال فيكتور وبولر فيكتور. لو حبيت اجيبه كفاندمنتال فيكتور ده عبيط قوي يعني بصراحه. الإجابة هتكون فيكتور بي كفاندمنتال هيبقى عبارة عن نيجاتيف 5 فيكتور اي بلس 5 روت 3 فيكتور جي. جميل جدا، ده الطلب الأولاني، معلش نمسحه عشان خاطر إيه الدنيا تبقى واسعة عندنا واحنا بنحل الجزء التاني. أنت بعد كده عايز البولر فيكتور، هو جيب النورم فيكتور بي هيبقى عبارة عن سكوير روت نيجاتيف 5 باور 2 بلس 5 روت 3 باور 2 برضو. يطلع عندي الريزلت بكام؟ سكوير روت
85 بار 2 بلس 5 روت 3 باور 2. طلع الناتج ب 10. جميل جدا جدا. هرجع اقول له 10 سيتا ايكوال 5 روت 3 اوفر نيتف 5. طبعا ان نيتف انا بحذفها وبطير ال 5 بال 5 يعني النتيجة يبقى روت 3 بس. بس قبل ما اطير الاشاره بقول هي الاكس نيجاتيف الواي بوزيتيف، يبقى انا حل فيه السكند كوادرانت. اجعل ايه واعمل شيفت 10 روت 3. طلعت الانجل بتاعتي سكستي، السيتا بتساوي سكستي، ده حل مرفوض. انا اجيب حل في السكند كوادرانت، بقول له سيتا بتساوي 180 ماينس سكستي از ايكوال 120. برضو لازم احول الرقم ده لراديان، يبقى 120 اوفر 180 باي 120 ديفايد 180 اللي شغال بيها بالاله تطلع 2 اوفر 3، يبقى الناتج 2 اوفر 3 باي. يبقى يا شباب ايه الفيكتور ده؟ هيبقى عباره عن فيكتور بي ده اهو هيساوي 10 و 2 باي اوفر 3. طب ما تيجي ناخد العكس. يعني ايه العكس؟ انا هديك الفيكتور بولر وعاوزه اله اوردر دبير. هديك الفيكتور بولر وعايزه انا ايه اوردر دبير. يا سلام، مديني فيكتور ايه is equal 12 root 3 with 60 degree. Find the vector in fundamental vector. Find the vector A in fundamental vector. جميل جدا. هجيب له الاكس اكسس هتبقى 12 root 3 cosine 60. بعملها بالآلة هيطلع الناتج عندي 6 root 3. هجيب الواي هتبقى عبارة عن 12 root 3 ساين 60. هيطلع عندي الناتج يا شباب المرة دي مختلف شوية، 12 روت 3 ساين 60 هيطلع ب 18. يبقى إذا فيكتور A كأوردر دبير 6 روت 3 و 18. طب كفاندمنتال فيكتور 6 روت 3 فيكتور I بلس 18 فيكتور J. ده كلام جميل جدا جدا جدا. اعتقد كده اننا غطيت الدرس تماما، لكن هحل كام مسألة مختلفة كده عليهم عشان يحصل عندكم تشبع للدرس. خليكم فاكرين احنا النهاردة عرفنا يعني ايه فيكتور، وقلنا ان الفيكتور ده بيتجمع على فيكتور تاني او ممكن اطرحه من فيكتور تاني، ممكن اضرب رقم في فيكتور. في شرط الباراليزم، في شرط البربنديكولار للاتنين فيكتور. قلنا ان الفيكتور ممكن نكتبه بثلاث طرق، حاجه اسمها اوردر دبير، حاجه اسمها فاندمنتال فيكتور، حاجه اخيره اسمها بولر فيكتور. تعالوا بينا ناخد مساله كمان كده من كل فكره من الافكار دي. مساله مديني مساله بيقول لي هنا عندي فيكتور A is equal 3 فيكتور I ماينس 2 فيكتور جي فيكتور بي ايكوال نيجاتيف اي ماينس 4 فيكتور جي. فايند فيكتور اي ماينس 3 فيكتور بي. ده طلب. الطلب الثاني عايز فيكتور اي بلس فيكتور بي نورم. جميل. تعالوا بينا نشوف الطلب الاولاني. الطلب الاولاني انت سعادتك عايز فيكتور A ماينس 3 فيكتور B كفاندمنتال فيكتور. هتعامل معاه على ان اوردر دبير الاول وبعد كده اكتب الفاندمنتال في الاخر. يعني هتبقى هنا 3 ونيتف 2 ماينس 3 هنا فيكتور B اللي هو نيتف 1 ونيتف 4. هنزل 3 ونيتف 2 وبعدين نيتف 3 اضربها جوه تبقى بلس نيتف 3 تايمز نيتف 1 تبقى 3 نيتف 3 تايمز نيتف 4 تبقى 12. نجمع بقى 3 و 3 6 ونيتف 2 بلس 10 بلس 12 ايكوال 10. اذا الفيكتور بتاعي بقى 6 فيكتور اي بلس 10 فيكتور جي.
ده الفيكتور اللي انا عاوزه بالطلب الاولاني. طيب نمسحه برضو. عايزين نورم فيكتور ايه بلس فيكتور بي. نورم فيكتور ايه بلس فيكتور بي، الاول نجيب فيكتور ايه بلس فيكتور بي اوردر ديبال او اري سي ونيتف 2 بلس الاوردر ديبال التاني نيتف 1 ونيتف 4. نبدا نعمل ادنج 3 ونيتف 1 2 نيتف 2 نيتف 4 نيتف 6. انت عاوز النورم فيكتور اي بلس فيكتور بي نورم، الريزلت هيبقى عباره عن سكوير روت 2 باور 2 بلس نيتف 2 باور 2 از ايكوال 2 باور 2 4 بلس 6 يبقى 36 بلس 4 40، الروت بتاعها 2 روت 10. ده كلام عظيم جدا. طالبين ناخد سؤال تاني على شرط الباراليزم وشرط البربنديكولار والحاجات دي. بيقول لي هنا ايه اف مهم اوي لذيذ السؤال ده. اف فيكتور ام ايكوال 3 و 2 فيكتور ان ايكوال 2 و كي فايند كي اف، هات لي قيمه الكي اذا كان فيكتور ام باي فيكتور ان. دي حاجة عظيمة جدا. الاتنين لما يبقوا بارلل يا شباب شرط الباراليزم، شرط الباراليزم قلنا حاجة من تلاتة، خلينا ندور على الحاجة السهلة فيهم. شرط الباراليزم يا شباب ان اكس 1 اوفر واي 1 ايكوال اكس 2 اوفر واي 2. هقول له اكس 1 يعني 3 اوفر واي 1 يعني 2 equal 2 over k. هاب كروس مالتبليكيشن تبقى 3 تايمز k ب 3 k equal 4، يبقى ال k equal ها 4 over 3. شرط الباراليزم x1 over y1 equal x2 over y2، او ممكن اقولها بطريقه ثانيه x1 y2 minus x2 y1 y1 equal 0. دي صح ودي صح. طيب نمسح الجزء ده ونقول هات لي ال كي اف فيكتور ام بيربنديكولار فيكتور ان. شرط البيربنديكولار، شرط البيربنديكولار يبقى 3 تايمز 2 يعني اكس 1 او اكس 1 واي 1 بلس 2 كي واي 2 اكس واي 1 واي 2 از ايكوال 0. شرط البربنديكولار ان اكس 1 واي 1 بلس اكس 2 واي 2 تديني 0. هنقل 2 تايمز 3 6 هنقلها الناحيه الثانيه يبقى 2 كي ايكوال نيجاتيف 6، يبقى الكي ايكوال كام يا شباب؟ نيجاتيف 3. ناخد سؤال كمان على الفاندمنتال فيكتور. لا هناخد كمان سؤال على ال تحويل. مديني سؤال بيقول لي هنا في ايه تاني؟ انا عندي فيكتور A is equal 5 root 2 and 3 by over 4. find فيكتور A in fundamental vector. عايز فيكتور A in fundamental vector ان شاء الله يبقى سهل جدا. اول خطوة هجيب له الاكس equal 5 root 2 cosine ال 3 باي اوفر 4، بعملها على الآلة 3 تايمز 180 اوفر 4. 3 تايمز 180 اوفر 4 يطلع عندي ريزلت 135 135 ديجري، يبقى كوزين 135 وتطلع زي ما تطلع بقى بوزيتيف نيجاتيف 5 روت 2 كوزين 135، طلع الناتج عندي بنيتف 5. تعال نجيب ال y هتبقى equal 5 root 2 sin 135 is equal تطلع ب 5 بس. يبقى اذا الفيكتور a in fundamental vector نيجاتيف 5 فيكتور i بلس 5 فيكتور j. اعتقد كده ان احنا اكسرسايز 2 ان شاء الله باذن الله هتحلوا مسائل كتير عليه.
ولما حاجة تقف معاكم ابعتولي، أنا تحت أمركم. أشوفكم على خير إن شاء الله بإذن الله، والسلام عليكم.